الراديو 90 90 هواها مصري. هنتكلم مع بعض في حاجات هتخليك مبسوط لو انت عملتها، وكمان هتشحن بيها السعادة اللي جواك مرة تانية كده. يعني هنشوف لو نجرب كده الحاجات اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. زي ما قلنا من شوية، اول حاجة بيتقال ان السعادة معدية، اول ضحك كده بيكون حاجة معدية، ولو حواليك ناس مبسوطة او بتعرف تكون مبسوطة فبالتالي ده هيخليك انت كمان مبسوط. كمان ان يكون عندك صديق المقرب يعني بالنسبة لك ده مبسوط وسعيد، ده هيخلي السعادة موجودة بالنسبة لك يعني على حسب الدراسات بنسبة 15% أكتر إن أنت تكون كمان مبسوط زيه. بما أننا بقى في فصل الربيع، فرائحة الورد بتسبب السعادة، وزي ما قالت دراسة اتعملت في جامعة فلوريدا إنه إنك تشم ريحة الورد وإنك تكون بتحب يعني أو عندك ذوق في روائح المختلفة للورود، ده بيسبب السعادة. رابع حاجة تكون معطاء، وده بيسبب السعادة إن أنت يكون عندك حب العطاء لكل الناس اللي حواليك، مش شرط يكون بشيء مادي او حاجه زي كده، لكن بمساعده اي حد بيسالك على حاجه، حتى لو حد سالك مثلا على حاجه او مكان مثلا وهو مش عارفه، او مثلا لو هو في الشارع ومحتاج مساعده معينه. وبيتقال ان الناس اللي بتساعد غيرها بيكون عندها سعاده داخليه اكتر، فانت كده بتحاول ان انت كمان تشحن الطاقه الايجابيه وطاقه السعاده اللي جواك. كمان انك تكون راضي عن العمل وتكون راضي عن الحاجه اللي انت بتعملها، وحاجه كمان مهمه انك تنجز اللي وراك، انجاز اي حاجه انت مأجلها ده بيدي يعني شعور بالسعاده، وبيعتبر من مفاتيح السعاده وبينعش يعني الروح. في بقى الحاجة دي أنا عارف هتركزوا فيها أكتر، وأنا منكم برضو، بعض الأكلات بتكون سبب في زيادة مشاعر الفرح، فلو في أكلة معينة شايف إن هي بتفرحك وبتسبب إن أنت تكون مبسوط فتمام اعمل كده. لكن من الأكلات دي اللي ممكن برضو تكون ليها أسباب يعني أو ليها بتزود الهرمونات المسؤولة عن السعادة جوه جسم الإنسان، فالسلمون، ومن المكسرات مثلا الجوز، وحاجات زي كده كتيرة ممكن تكون بتسبب السعادة من الأكل. طيب كمان بهجة الموسيقى، الناس اللي عندها ذوق وبتحب الموسيقى أو عندها ذوق جوه الموسيقى، يقولك أنا بحب النوع الفلاني من الموسيقى دي، سواء بقى موسيقى هادية موسيقى سريعة شوية أيا كان النوع ده، لكن الناس اللي هي بتحب تختار مزيكا بيتقال إن عندهم مزاج إيجابي أكتر من الناس اللي بالنسبة لها الموسيقى شوية يعني حاجة عادية شوية أو مش بتكون مهتمة بيها. فلو أنت مش مهتم بالموسيقى فحاول إن يكون عندك اختيارات معينة انت بتحبها، ده هيخليك مبسوط اكتر واكتر. طيب امتلاك الحيوانات الاليفة، لو انت من الناس اللي بتحب يكون عندها حيوانات اليفة، اما لو انت بتخاف منه فمالكش دعوه باللي انا بقوله ده، وبتحب ان انت يعني من وقت للتاني تلعب مع الحيوان الاليف اللي عندك، فده بيخفف من التوتر وبيخليك مبسوط اكتر. طيب الاهم بقى من ده كله والاجمالي للحكايه دي كلها، انك لو قررت تكون سعيد دلوقتي حالا وانت بتسمعني هتكون مبسوط، لان السعاده بتعتمد بنسبه 50% على ان انت تقرر الموضوع ده، او كمان السعاده بالظبط بتعتمد بنسبه 50% على الجينات الوراثيه لينا، يعني الناس عموما يعني الجينات اللي موجودة جوانا، لكن 40% على القرار لو انت قررت حالا تعمل كده، و10% فقط على الظروف المحيطة، يعني لو انت اي حاجة حواليك كده مضايقاك لكن شايف ان هي دي اللي مضايقاك ومش مخليك مبسوط ولا عارف تبقى مبسوط بسببها ايا كانت هي ايه، فده المفروض يكون مش بيمثل غير اكتر من 10% ان هي تخليك كده، لكن بقية الحاجات يعني 40% واقفة على ان انت تكون بتقرر انك هتكون مبسوط دلوقتي وهتكون سعيد دلوقتي. بيتقال كمان حاجة تانية، تظهر بالسعادة وفعلا هتقدر ان انت تمتلكها او تحصل عليها. وحاجة كمان ليها علاقة بالالوان، الالوان المشرقة بتخلي يومك مشرق وبتخليك مبسوط، والالوان الكئيبة اكيد بتأثر عليك حتى لو انت مش واخد بالك، او لو حاسس ان انت بتحبها اكتر. كمل معايا في الصبح بالليل على الراديو 90 90.